السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ثروت إبراهيم أبو أحمد من مدينة جسر الشغوزة. طبعاً أنا بشتغل سواق سيارات من فترة طويلة، تقريباً 36 سنة بهاي المهنة اللي هي مهنة تصليح السيارات اللي هي معروفة عنا في سوريا. طبعاً فترة طويلة اشتغلت فيها بهذا المجال، والحمد لله رب العالمين كان لي اسم كبير بمجال تصليح السيارات. بالفترة القريبة حبيت أطور مصلحتي للأفضل، اللي هي على مجال السيارات واللي بيخص الشكل الخارجي للسيارة. طبعا ما في نوع معين، هو على جميع أنواع السيارات. فبلشت اشتغل مبدئيا على أبواب الرفع المتعارف عليها دوليا وعالميا وغير متوفرة عندنا نحن هون بسوريا. طبعا اشتغلت أنا على أول سيارة على كيا فورتي 2011، والحمد لله رب العالمين كانت سيارة ناجحة. وهلأ من جديد اشتغلت على سيارة كيا سبورتاج اللي هي أبواب الرفع كمان موديل لا بأس فيه. طبعا هذا الموديل انا حدثته وطورت فيه شغلات كثير اللي هي بخص الشكل الامامي للسيارة، طبعا اللي هو غطى المحرك عبارة عن رفع غطى المحرك بالاضافة لتنزيلات مدار الغطى مناظر جمالي، وبالاضافة الاجمل من هيك اللي هي عملية فتح وتسكير للواجهة الامامي للسيارة. طبعا انا ضفت لها شغلات كثير لهي السياره مثل ما كنتم شايفين، اللي كانت هي عباره عن مثلا تتضمن مجال الرمي، حبيت انه تكون هيك ملفت للنظر مجال رمي. ضفت لها عده ميزات اللي هي الرمي مباشر دراكا ورشا وتحديد هدف، وبنفس المبدا هي مراقبه عن طريق الكاميرا للهدف. والحمد لله رب العالمين عملت علي تجارب كثير وكانت امورها كثير ناجحه ولا بأس فيها. اللي عم واجهه اكثر شيء للاسف، وهذا عم ياخرني كثير بشغلي، انا المفروض كل شهر نزل موديل جديد وحدث وكذا، بس ما عم اقدر لان هذا كان معوق اساسي في عملي اللي هو المجال المادي. طبعا انا عم بشتغل على حسابي، يعني بشتغل بمجال عملي في دكاني لحتى تجينا شغله، لحتى الله يرزقنا رزقه نرجع نطور فيها شو بدنا نشتغل. طبعا هذا هو السبب الرئيسي، يعني لو كان في مجال مادي بيسمح لنا كنت دائما راح تشوفوا موديلات جديده، وكل شهر راح ننزل تصميم اللي هو راح يكون بمثابه التصاميم الاوروبيه اللي بتكون بتشتغل على دعم قوي ومجال واسع، غير نحن عندنا هون مثلا بشتغل انا لوحدي وضمن مجال مادي ضيق كثير للاسف. هذا السبب الوحيد اللي انا عمال لاقي صعوبه فيه هون عندنا في جسر الشغل. طبعا للامانه هلا بالنسبه للسياره، شغل السياره والقطع اللي عم بشتغل انا بالسياره اكيد ما في شيء استوردناه نحن من برا، لانه انتم بتعرفوا هلا الوضع المحرر عندنا نحن هون غير بقيه الدول. نحن ما فينا نروح مثلا على ايطاليا، نروح على امريكا، نروح كذا، نحن الكتر مثلا على تركيا، حتى تركيا نحن ما عم نروح. فكل شيء عم بيشتغلوا انا هون بالسيارات هو صناعتي انا عم بشتغل عليه، وبصممه وبصنعه عنا، وعباره عن حديد، عباره عن مخمدات دفع ومحركات صغيره كهربائيه انا عم طبقها وبصممها. اكيد هلا نحن ما في عنا شيء من برا عمال بيجينا.